ونتابع المزيد حول ملف الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمر الأجنبي في مصر في هذه المرحلة مع ضيفي عبر الهاتف الدكتور ماجد فتوح الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا دكتور ماجد بعد التحية. كيف يغير هذا المشروع في هذا التوقيت الدقيق نظرة المستثمر الدولي المستثمر العالمي لمصر، خاصة وأن الآن أصبح من الواضح ولا شك فيه أنه المشكلة كانت في الفترة السابقة سيولة وليست ملاءة؟ والله هي المشكلة طول عمرها لأي مستثمر في الدنيا هي رأس المال الجبان، فدائما وأبدا لما بيكون رأس المال جبان لازم يكون هناك ثقة في الاقتصاد وثقة في الاستثمار في الدولة علشان خاطر يضخ رؤوس أموال، وده علشان يحصل لازم يكون هناك نوع من أنواع الاستقرار في مجموعة من المعدلات زي معدل الفائدة ومعدل سعر الصرف. فبالتالي لما يكون معدل سعر الصرف يعني مشكلته الوحيدة توفر النقد الأجنبي، فوجود ثقة المستثمر ودخول مجموعة من رؤوس الأموال للدولة المصرية عن طريق مشروع رأس الحكمة ده بيؤكد لجميع المستثمرين على جميع أنحاء العالم إن الاستثمار في مصر هو استثمار آمن، استثمار الدولة المصرية بتسهل عملية الاستثمار، بدأت في الأول خالص من قانون الاستثمار وبعد كده هو بدأت بعمل مجموعة من الإجراءات للتيسير زي مثلا الاتفاق على أو يعني الاستقرار في سعر الصرف خلال الفترة القادمة أو الضمان للمستثمرين في استقرار سعر الصرف ويكون سعر الصرف مرن ويكون في حدود آمنة يعني ما أثرش على أرباح المستثمرين. فأعتقد أن خلال الفترة اللي جاية المستثمرين ممكن تزيد دخول رؤوس أموال أجنبية للدولة المصرية من خلال المشروعات اللي بتعرضها الدولة المصرية، وزي ما نجحت في رأس الحكمة وزي ما هناك مفاوضات ليها علاقة برأس جميلة مع المستثمرين السعوديين وزي ما هناك مجموعة من الاستثمارات مع المستثمرين القطريين في العالمين الجديدة، أعتقد أن أيضا المشروعات الصناعية والزراعية والمشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات خلال الفترة القادمة أعتقد أنها هتلاقي يعني استحسان للمستثمرين المصريين، وخصوصا ان الدوله المصريه ما شاء الله بتمتلك يعني عدد كبير من المستهلكين المصريين وغيرهم. الحاجه الثانيه الخاصه بالطاقه المتجدده، احنا تابعنا كان في توقيع لشركات جديده اليوم في ارقام جديده بخصوص بعض العقود المرتبطه بالهيدروجين الاخضر، خاصه انه يعني كوب 27 كانت يمكن الانترودكشن لهذا المجال وللفرص الاستثماريه لمصر فيه، وتابعنا انه كان في تنافس كبير من قبل العديد من المستثمرين العالميين لدخول في هذا القطاع في مصر. دي حقيقه، وكان فعلا الضوء الاخضر بدا من كوب 2023، واعتقد وجوده كمان في مصر كانت يعني بتخلي مصر في هذه المرحله مركز اقليمي لهذا النشاط، واعتقد الاستثمارات الاجنبيه اللي تدخل في هذا النشاط مش استثمارات صغيره ابدا، لان دي برضه تعتبر من الميجا بروجكت اللي ممكن يخش فيها شراكات مع القطاع الخاص زي ما حصل في رأس الحكمه. واعتقد برضه من الاخبار الجيده اللي حدثت خلال الفتره اللي فاتت اللي يمكن كنا منتظرينها الشراكات مع القطاع الخاص في المشروع الخاص بالفنادق ودخول 520 مليون دولار خلال الاسبوع الحالي او الاسبوع الفائت يعني من هذا المشروع. اذا هناك التفاوض الدائم مع المستثمرين الاجانب وثقتهم في الاقتصاد المصري خلال الفتره السابقه، اعتقد ان ده هيكون يعني بيقول عليه شعله البدايه اللي ممكن تحقق لنا العديد من الشراكات مع القطاع الخاص. طيب هذه الشعلة للبداية دكتور ماجد، خاصة أنه طبعا في أنباء بتتردد حول فتح الباب لمزيد من الفرص المشابهة في الفترة القادمة على غرار هذا المشروع العملاق، ما توقعاتك للفترة القادمة خاصة مع نظرة المستثمر العالمي اللي حضرتك تحدثت عنها؟ مع استقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة وده أنا أتوقعه ونجاح البنك المركزي من إدارة هذا الملف يعني باحترافية شديدة، أعتقد أن ده هيؤدي إلى دخول استثمارات كتير وخصوصا الاستثمار المباشر الخاص للدولة المصرية، هيسهل عملية دخول رؤوس أموال من المستثمرين والمصريين في الخارج
اللي كانت معطلة خلال الفترة اللي فاتت، هيبقى عندنا برضو تحسن في تدفق النقد الأجنبي من خلال قناة السويس بعد الهدوء اللي بيحدث خلال الفترة اللي فاتت في دخول الناقلات من باب المندب. كل الكلام ده هيخلينا عندنا استقرار لسعر الصرف خلال الفترة اللي جاية، ودخول طبعا الاستثمارات الأجنبية المتعددة اللي دخل منها بالفعل 10 مليار دولار خلال الأسبوع اللي فات ده بما يخص هذه الصفقات. فاستقرار سعر الصرف ده هيسهل ويساعد كثير من المستثمرين لدخول السوق المصري للاطمئنان لعدم الخسارة من فروق سعر الصرف خلال الاستثمار. والحاجة الثانية الضمان اللي بتديه الدولة المصرية زي الرخصة الذهبية اللي خرجت لأكثر من مستثمر، تتعدى الآن أكثر من 100 رخصة ذهبية خلال العام الفائت. فأعتقد أن كل الكلام دوت هيساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية في الدولة المصرية خلال الفترة اللي جاية، مما يؤدي إلى ضمان استقرار سعر الصرف خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور ماجد فتوح الخبير الاقتصادي على هذه المداخلة.